بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في التمريض والطب. الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد التي تنتشر في هذه الأيام. أولا بنعمل غسيل اليدين بالماء والصابون بعد ملامسة أي شيء أو مصافحة أي إنسان، وبعد العطس والسعال، وقبل تناول الطعام. اثنين، تناول المشروبات الدافئة لأنها بتقوي جهاز المناعة. ثلاثة، تناول الفواكه والخضروات، لأن الفواكه والخضروات فيهم نسبة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة اللي بتزود جهاز المناعة. أربعة، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي زي البرتقال والليمون والجوافة والرمان. خمسة، ممارسة أي نوع من الرياضة ولتكن رياضة المشي كل يوم على الأقل نصف ساعة. ستة، تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة وعدم الاستحمام بماء دافئ ثم الخروج من المنزل مباشرة في الأجواء الباردة. سبعة، ارتداء الملابس المناسبة للشتاء و الأجواء الباردة والهواء. 8، النوم الجيد ليلا يعني في حدود 6 ساعات على الأقل، 6 ساعات متواصلة على الأقل.